مش مشكلة معايا انا شوية. ربنا يرزق كل مشتاق. على جنبي، على جنب هنا، انت تعالي جنبي. بص يا اولاد، والله العظيم بس والله العظيم نقول الحق، احنا نشهد شهاده حق. تعالي، اول حاجه المفاجاه اللي مخبياها بقالي من اول يوم الحج، يعني من شهر وشويه او اقل من شهر. تعالى اكتر من شهر. المهم كل يوم نشهد، راح فين راح اعمل ورق، جاي منين جاي بعمل ورق، راح فين هعمل ورق، جاي هعمل ورق. بصراحه ومن غير كذب، العيال انا عامله لهم مفاجاه ومخبيه عليهم مفاجاه، بس العيال زيكم، او انا يمكن انا يعني المشكله فيا. لا قاتل مروحه والنبي عليك، المشكله فيا ايه هي؟ ان انا بيبان عليا انا طالع اللي في بالي. فامير مليون في المية امير شاكك الحمره دي ولا هو هي. بصوا يا اولاد، انا قلت لهم انا احتمال اعمل جواز سفر عشان احنا عايزين نسافر شرم الشيخ، بس انا ما بحبش اسافر شرم الشيخ بميكروباص، عايزين نسافر شرم الشيخ بطياره عشان امير ما يتعبش، عشان امير بيركع بصراحه. فهي دي المفاجاه اللي انا كنت قايله لهم عليها. الحقيقه هي ما هاتش هي خالص، ولا انا هسافر شرم الشيخ بطياره، انا بتاعت شرم الشيخ. بس الحلو ما بيكملش، انا كنت عامله لهم مفاجاه ان انا عايزه اخدهم معايا العمره. يا ايه ردود؟ يا انا كنت عايزه اطلع عمره جعانه؟ انا بس هي بس الفرحه ما كملتش. ثانيه واحده لسه صاحيه، فما هيش عارفه حاجه اصلا. ايه ده، انا بيت مهم. اتفضل يا عم، معاك جواز بتاعك. بس ايه ده، جواز امك. ايوه اللي الحلوه ما بيكملش. والله بس هو الحلوه ما بيكملش، فعملت لهم جوازات السفر. يعني ايه بس في حاجه مشكله؟ بس هو المشكله في ايه؟ انتوا كلكم عارفينها، ان السعوديه دي بتاعت امير، ان السعوديه موقفه التاشيرات. ايه ده، السعوديه دي مصر العربيه المتخلفه. ايه ده، اي بلد هنا؟ لون اخضر بس مش سعوديه. يعني انت عارف ان باشا لو عايزه تروح حتى اسكندريه تسافري. فهي دي المفاجاه اللي انا حضرتها لهم. بس ايه الحلو ما بيكملش، هم عشان يسافروا لازم شهر ونص، لان او اكتر من هي لسه ما حدش عارف الميعاد، لسه ما حدش عارف الميعاد السعوديه اللي هتفتح فيه التاشيرات. فانا حجزه لهم. يعني نروح السعوديه؟ يا بنت، لا يا نشوه، ما انا هقول اصبر كده غشمه بقى. هقولها حبيب قلبي. لا مش هتسافروا والله. هو ما حدش يعني بيقولوا ما تفرحوش، اقعد اتفرح. لا انا حجزت لهم. ثانيه واحده، انا حجزت لهم، دفعت جزء كبير، حولت فلوس دلوقتي، وحجزت لهم العمره اللي طالعه ان شاء الله اول ما يفتحوا تاشيره العمره، اللي هي امتى؟ يا شهر ونص، يا شهر وشويه. شهر وشويه هي الناس يعني بتتنبأ شهر ونص. فهم قالوا هتبقى على عمره المولد النبوي، اللي هم قالوا في اول 8 او في اخر في 9. المهم يعني في خلال الشهرين الجايين دول العمره هتفتح ان شاء الله باذن الله. فاول ناس داخله العمره مين؟ استاذه نانو، الاستاذ امير، الاستاذه نادين. في مشكله انا بعملها، انا رحت عملت لها الورق بتاعها كله. كل مشكلتها ان انا بس لسه عايزه استفسر، ابنها هيتحط على الجواز بتاعها ولا ايه؟ خلاص واروح اعمل لها دوري. جايه معانا ان شاء الله العمره الجايه، اللي بعد الجايه. ركز بس، العمره الجايه اللي هي كمان قد ايه؟ قد ايه؟ شهر وشويه. فانت تبدا تحضر حالك، وتبداي تحضري حالك الشهر الجاي. اعمل ايه؟ طالعين عمره، تستعدوا نفسيا. اما انا بصراحه مش هصبر للشهر الشهر الجاي، فانا طالع عمره كمان ساعتين عشان احنا والنبي بتكذب. ما انتش تخليه بجد بقى. طب ما انت عارفه، مش كل عارفه من قبلها. والله العظيم ايه اللي حصل؟ انا لسه قاعده الثانيه ده ايه؟ انا حضرت الفطار وحضرت الاكل، لقيت مكالمه جايه. والله اصل والله بكون عارفه من قبلها، انا بحبك. ما تحلفيش بالله. طب بس هي مش بتحب تقول لك اللي هي اقسم بالله العلي العظيم. لا استنى، من غير ما تحلف. احنا ما نعرف الا الوقت اهو، وقبل كان قاعد ورام ودان. اقول لك انت مش لسه صاحيه؟ فاهم، ما عرفتش اللي حصل قبل. انا قاعده فهمت اللي اتصلت بمين؟ بالشركه، بالراجل صاحب الشركه. قلت له احنا بنطلع معايا. قلت له دلوقتي الوضع 1 2 3، انا هسافر امتى؟ قال لي انا مش هقول، هو امين اللي سافر. في عمره هتتعمل كمان بعد شهر او شهر ونص. هو مش فاهم قوي ان كنا بنتكلم على متغطي عشان اعمل لهم مفاجاه. سكتمت صحيح السماعه. طب يا جماعه، ماما وعدتنا عشان نعمل ورق، بس قالت لي اللي هو خلاص ما ينفعش، وان احنا اصلا كنا هنسافر. عايزين نعمل مفاجاه. انا قعدت اكذب عليهم، بس كذبه بيضاء. قلت لهم ان احنا هنعمل ورق، والورق فشل.
وقعدت تسافرني بورسعيد. المهم فانا مسافره عمره كمان ساعتين، هي دي حقيقه. بس اللي حصل ايه في حكايه العمره؟ انا بكلم الراجل النهارده الصبح بقول له على احنا اتاخرت كل يوم اكلمه، يا عم التاشيره اتفتحت، يا عم التاشيره اتفتحت. قال لي بص اقول لك على والله هو اللي شال علينا الشوره ده قسما بالله. قلت له قول. قال لي انت هتقعدي، مش انت بتحبي تطلعي عمره كتير؟ هو راجل كان روح كده يعني ايه وطيب. انت بتطلعي عمره كتير؟ قلت له اه. قال لي طيب ما تطلعي عمره انت لوحدك، مش انت كده كده عامله الورق قبل ما يمنعهم، قبل ما السعوديه تمنع التاشيرات. انا عامله التاشيره قبلها. فقال لي خلاص مش انت معايا عامله التاشيره قبل ما السعوديه تمنع؟ قلت له اه. قال لي خلاص هي السعوديه منعت التاشيرات الجديده؟ قلت له اه. قال لي يعني شهر ولا شهر وشويه وهيفتحوها؟ قلت له ايوه ماشي. قال لي اطلعي انت شهر ولا اتنين، شهر ولا اتنين، شهر مش شهر، شهر شويه اللي بعد ما نطلع بشهر ولا اتنين، ده ممكن اقل من شهر اصلا. اه هتقولي يا نشوه يعني هو كتر فلوس هتطلعي عمره الوقت وكمان شهر ونص تطلعي عمره؟ انا والله لو اطول اطلع عمره كل 10 دقايق انا طالع عمره كل 10 دقايق. ماما مهووسه بال دماغنا كده يا جماعه، احنا ده راحتنا في كده. المهم يا فرجت بيقول لي ايه؟ بصبري مش عارفه يا بس. لقيت الراجل النهارده بيقول لي ايه؟ يعني قلت له انت رايك ايه؟ قال لي اطلعي واحنا هنحضر عمره جديده، ناخد بقى معاها العيال كلها، نادين وسفيان وابراهيم وامير ونانو والليله كلها، وان شاء الله هنطلع اول ما السعوديه تفتح. يعني ان شاء الله اول ناس هيخشوا السعوديه هم ولادي باذن الله، باذن الله، باذن الله. خافوا مننا بقى، خافوا من السعوديه علينا. فباذن الله لانه هتاكلها، لانه هتاكل الاكل بتاع السعوديه كله. فباذن الله انا ونشوى ان شاء الله باذنك يا رب طلع لنا مثلا 7-8 ايام كده باذن الله. يعني 7-8 ايام ولا اكتر؟ لا قلنا من دلوقتي ده عايزه تزود، بس انا بقول عشان العيال ونبقى اسبوع ان شاء الله. المهم فالراجل وانا بكلمه قال لي يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ قلت له خلاص يعني طالعه. قال لي قلت له تعالى احجز تذاكر دلوقتي. قال لي احنا حضرتك العصر يعني. قلت له انا عايزه اطلع دلوقتي. قال لي هو بمزاجك؟ قلت له ماليش دعوه انا عايزه اطلع، انا كنت نفسي اطلع لكسوه الكعبه احضر كسوه الكعبه وما جاليش نصيب وما حضرتش، فخلاص طلعني دلوقتي اهو. قال لي في تذاكر طيران الساعه 1 تطلعي؟ قلت له اطلع. قال لي الواحده اللي هو يعني انت ساعتين تبقي في القاهره؟ قلت له اطلع. قال لي طب استنى. قلت له اطلع. ما احناش لسه مهيئين. قلت له يا سبحان الله والله هو ساعه ما ربنا بيريد ساعه واحده ساعه واحده كلمت اخواني كلمت حياتي بقى في حياتي. اه ننك تقول لي هم ريحوا يعملوا ايه سنوات في حياتهم؟ انا عايزاهم. انا عارفه ان يعني مش هقول هبقول ساعتها. فالمكان لازم امشي. المفروض ان انا اطلع طيراني الساعه 1 بالليل ابقى في الطياره. طياره نختم الفيديو في الوقت ده. اولا والله انا من الستارت لسه. انت ايه؟ اصل انا هقول لكم انا بالنسبه لي لو حد قال لي بتعمل عمره كمان نص ساعه انا هاخد شنطه احط فيها الكام عبايتين واجري. قول. نختم الفيديو. ربنا يخليك لينا و اتبسطت؟ لسه ما حلتش اتبسطت لسه ما نشوف هنروح هنا. طب خلاص ما هو كده ده كده ورق استخلاص انت كده طالع. ما انا كل ما اتبسط بقول ما تفرحش فعلا. مش عارفه ليه؟ ما اعرفش ليه. لا كده خلاص انا والله انا دفع انا حجزت لكم فلوس والله. حجزت لهم العمره اللي طالعه على طول اللي هي كمان اول ما انا برده مش عايزه اقول معاك لان طبعا اللي متابعني عارف ان السعوديه مش محدده ميعاد التفتيح لسه مش عارفين او ايه القوانين اللي هيعملوها. فاول حد ان شاء الله طالع عمره هم دول باذن الله. وحجزت لهم ودفعت لهم مش انا قلت له هقول لك فلوس. والله يا جماعه بصوا قام راح قايل لك انت كلمتك اسمه ايه؟ كلمتك ثقه. كلمتك عقد ما اعرفش قال كلمه كده. قال لي انت كلمتك كلمه والله ما تدفعش فلوس. احنا قاعدين بنأخر نفسنا عشان جوازات العيال دي عشان نطلع سوا. بس جانا نبصت لقينا يعني الراجل بيقول لنا طالما انتوا نفسكم تطلعوا اطلعوا انتوا افضل. وبعدين حاجه كمان اطلع معانا. انا اصلا مش مقتنع ماشي وراكم كل يوم رايحين نعمل ورق. والله الواد ده ما صدقني دي ده خايف عليا. انت كنت شكيتي ان انت رايح السعوديه؟ بجد؟ انت كنت متاكد انك رايح السعوديه؟ لا انا شفت تعليق بس ما صدقتش يعني مثلا في 5% كنت شاكك. الحمد لله كل يوم امشي وراه من المنصوره للبنيار. قلت له لما لقيتهم هيقفشوها قلت لهم بصراحه احنا هنعمل جوازات عشان نطلع شرم. فامين يقول لي شرم يا ماما احنا بنخشها من غير جوازات. قلت له لا اصل انا مش هقدر اركب عربيه انا رايح بطياره فالطياره هاخدكم معايا في الطياره عشان نطلع جوازات. انا بقعد اتناقش معاها كده نركب ودي تقول لي والنبي يا ماما تعالى نركب اتوبيس ارخص. اقول لها لا نركب الطياره عشان نروح شرم. شرم مين؟ عقبال. وبعدين كمان في مشكله عقبال بقى ما يتحطوا لك هنا انتوا في التاشيره دي بقى. دي التاشيره بتاعت السعوديه دي بقى. بصوا يا اولاد في كمان مشكله. ايه هي؟ ان كل السعوديين اخواتي واصحابي وحبايبي بيكلموني يا نشوى السعوديه حر موت ما تجيش دلوقتي. فطبعا ما ينفعش اجيب سفيان دلوقتي في الحر ده
استحاله اجيب سفيان في الحر ده، هيكون الجو طره شويه. اه فشهر ولا فكه، شهر وفكه هيكون الجو حلو شويه عشان هم يتبسطوا في السعوديه، لان السعوديه حر انا استحمل اي حاجه، لكن هم مش هيبقوا مبسوطين زي. طب احلى حاجه ايه؟ نشوه قامت جايبه، ربنا يرزق كل مشتاق. نشوه قامت جايبه انا حطينا على الكرسي، قالت لي ما تتحركش لغايه ما نسافر. اه بقول له ساعه ما الراجل اللي قال لي على حاجات المهم احنا بنتكلم والله العظيم هذا حصل. قالت لي انا رشقه قامت دب، قلت له سيبها كوبايه طلع يجري، طلع يجري والمصحف. قلت له بص يا علي احنا خلاص حجزنا، وعلي كل ما احجز تذكره العمره يتكسر او يحصل له حاجه. المهم فقلت له بص يا علي بالله عليك ربنا يستر اقعد مكانك ما يتحركش. فانا بتكلم قامت الرشاقه بتاعتي الكوبايات والاطباق كلها نزلت متكسره. مش مشكله الحمد لله قدر الله، هي مش مشكله. فعلي طلع قلت له لا ما تجريش والنبي يا علي، انا واقف على الكرسي والنبي في داهيه الكوبايات هتتكسر يا علي. قال لي لا ما تخافيش، وقال ايه راح يجيب كرسي وطلع يقف عليه عشان يضرب الكوبايات. قلت يا نهار اسود هيتقلب من على الكرسي يتكسر، مش هروح عمره، مش هروح عمره. ده انا اكلها سنه كمان. بص استنى اول ما جاي الخبر لسه دلوقتي قعدت اصوت الراجل قاعد يضحك. طب الرومه اتعملت فيها ايه؟ والله العظيم اوريها لهم، بس لولا الواحد بيستحي يعني. طب وريها لمين؟ عم طلعت البسين من عزم الفرحه قامت هاجمه على الدرع. وكل ما يخش معاهم الاوضه يقعدوا يقولوا اعملي ما سيبنا لوحدنا. انا استغربت من الكلمه، اصل عمري في حياتي ما قلت له قلت له اخرج جامد. انا عايزه اكلم الراجل براحتي على ان انا عايزه اخده معايا، فعايزه افاجئه. انا كان نفسي الفيديو ده ما يبقاش كده، انا كان نفسي اقول لهم احنا مسافرين كمان كام ساعه كلنا سوا. لا تفكيرنا حلو، هو نحضر لكن نفسنا. كون ان هو قدامهم شهر بالنسبه لهم عادي، حتى هم يبقوا مبسوطين ويتحضروا نفسيا. مش شكله معايا نشوه، هو حد يكتب ما اتمنى ما اتمنى. انا جايبه لك البوم تاشيره السعوديه، تاشيره كذا، تاشيره كذا، تاشيره كذا كده يعني. يعني انا بص تاشيرتي انا دي بقيت شخص على المجتمع. اه شخص، شفت صورتي؟ صورتي بقى مالهاش علاقه بيا والله. طب عشان دي لها علاقه بيا دي انت بالظبط. بص يا امير يعني دي انا سافرت مره هنا اهو ومره اهي ومره هنا اهو ومره اهي ومره اهي ومره اهو. واحد شفت قد ايه؟ دي سفر ولسه بقى لسه الحبه قد ايه؟ يخلص تعمل غيره. اه وده سفر ايه؟ هي معرفش ليه حاطينها في النص. بص بقى العمره بس انت على فكره مش هتستمتع بالعمره. ليه؟ هتبقي معانا وهتبقي هتفضلي ماشيه ورانا. ده هنعمل كده؟ لا عادي، انا هبقى انا عارفه ان العمره بتاعتهم هتبقى صعبه بس بشروط معينه. هي ايه اللي هي شروط معينه؟ ان هم يبقوا عارفين ان هم طالعين يعني لربنا ويتفسحوا. مش انا بقطع العمر بفسحين لله قوي يعني. مفيش تيك توك مثلا، مفيش وقت ياخدهم على التليفون يفضلوا قاعدين بالساعات. بناكل وبنشرب وبنتفسح وبنروح مطاعم وبنروح نصلي وبنروح الحرم وبنفضل سهرين طول، بنعمل كل الحاجات. كل الحاجات يعني هي مش حاجه خانقه. ما تفكروش ان هم يروحوا يتخانقوا، ده بالعكس، ده هم لما يروحوا هيتمتعوا كل المتعه وهيبقوا مهبولين زي كده. وان شاء الله نطلع مع بعض العمرات الجايه كلها. فالوقت احنا خلاص خلصنا كل ورقه نادين كانت المفروض النهارده تروح بورسعيد تتقدم لها جواز فوري. بينزل في بورسعيد بينزل الفوري في نفس اليوم، بس انا بروح اخده ثاني يوم الصبح. فنادين هي رئيسه الجواز بتاعها هيقعد يوم واحد بس ويجي. المشكله اللي انا لسه مش عارفه مشكله نادين ايه هي، ان موضوع سفيان هنحطه ازاي ده لسه هنشوف نسال فيه بقى. وانا بكره في الجوازات اسال فيه. بكره في الجوازات انا مش عارفه بكره الجوازات انا نسيت. مش ده معاك اي وقت؟ انا مش مسافر والله. انت مسافر دلوقتي؟ انا مسافر دلوقتي والله. والله ما بنكذب. هنزل بس بسرعه السوق اجيب لعلي حرام، لان الحرام بتاع علي قطع من تحت بيفضل طول ما هو ماشي في الـ في الـ بيحرم. عشان ده انت كنت بتقول لي جايبه لك فكره لايف بالليل. انا عم فهمت بقى؟ قاعد زعلان نفسي اصور فيديو. قلت له انا هجيب لك فكره فيديو جامده. قال لي ايه هي؟ قلت له بالليل هقول لك عليها. قال لي ايه هي؟ قلت له بالليل هقول لك عليها. لان بالليل في صفحه الامير الامير على الفيسبوك الامير 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 على الفيسبوك بيفتح لايف وهو بيودعنا واحنا ماشيين. بيولعنا؟ بيودعنا حرام عليك. فيا رب يرزق كل مشتاق. وانا بحبكم جدا وفرحانه قوي 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 قوي. فرحانين؟ اه احسن حاجه اللي الواحد يطلع عمره وهو لسه صغير. ليه بقى؟ دي دعوه، دي دعوه والله. دايما كانت الامهات يقولوا بربنا يرزقك عمره وانت صغير بصحتك. العمره بالصحه وانت صغير بصحتك تعرف تتمتع بكل حاجه، مفيش تعب مفيش اي حاجه. وربنا يرزق ولادي ويرزقكم حجه وانتم صغيرين. الحجه وانتم صغيرين احلى قدامي بقى كده ولا
عادي احلق، ما انت لسه لك شهر. ما اروح ما احلقش ده. لا مفيش، لا عادي تحلق واسلم انت محلم. هنفطر هنفطر. اه تعالوا بقى اوريكم انا عملت له. انا بعمل فطار في الصبح صبحي يعمل سبت ومش عارفه اي حاجه وبعمل فطار فجاه لقيت جاي لي تليفون دلوقتي اهو، لسه ما كملتش والله الساعه 2 وثلث لقيته بيكلمني قال لي حجزت لك تذاكر، انت هتعرفي تذاكري الساعه 1 بالليل؟ قلت له انا سافر كمان نص ساعه لو الوقت وانزل. قال لي والله ومصحف الراجل بيكلمني بيقول لي انا بطلع كام واحد عمره وكام واحد حج، عمري ما قابلت واحده زيك. ازاي؟ لازم بتقول لازم يقولوا قبلها الناس بتطلع العمره بيبقوا عارفين قبلها بشهر حاجزين. اه اه انا قبلها بساعه كام ساعه يعني. انا دلوقتي مش عارفه هل هروح اجيب حرام لعلي، لان بقول لكم ما بيجي يحرم الخيط بيبقى واقع، فبيبقى قلقان يقطع الخيطه يخرج من الحرام بتاعه ان هو يقطع، فبيبقى قلقان. فقلت اجيب له واحد كده، كنت راح اجيب اثنين لاميره بس هجيب امير كمان شهر وانا اجيب لي مش هجيب لي حاجه، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه انت اجيب لي كزبلات. معلش بقى لو الفيديو طول بس عشان فرحتنا وكده. احنا فرحانين. تعالى اوريكم الفطار ايه وامبارح ايه اللي حصل. خدي يا امي تعالى خدي الصوره كل واحد يعمل. ربنا يخليك يا علي، ربنا يخليك يا علي والله انا ما عارفه اقول لك ايه يعني. اقسم بالله الوحيد. بص هقول لكم على حاجه، تعالوا اوريكم على حاجه. اللي متابعني اللي متابعني وعارف ان انا كنت مزاجي وحش بقالي كام يوم، فاللي راح على قناه علي عارف ان هو كان مزعلني وكان بيصالحني. انا يعني مش من الناس اللي اطلع اقول ده على النت، يعني ما اعرفش اطلع اقول ان انا زعلانه مع علي. ربنا يكفينا غير لما هو مثلا قال والناس عرفت فخلاص مضطريه ان انا والله ما كنتش قلت الناس اللي لاحظت والله. لكن انا ما بقولش، لكن انا عايزه احكي لكم بقى الحكايه دي. انا والله العظيم مخاصم علي كان في مشكله كبيره قوي 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 واصله على باب الانفصال. المشكله كانت كبيره وعلى باب الانفصال ده حقيقي، لكن الحمد لله ان هي اتحلت بيني وبينكم، ما اتحلتش قوي من جوايا صراحه. انا بتكلم معاكم اخواتي لحد دلوقتي اهو احكي لكم بقيت. فبصراحه قلت له لما اخوات العيال اتلموا وصالحونا على بعض وهو خلاص يعني انا هعمل له هشنقه تستفلي وخلاص وخلصنا، انا هعمل له ايه خلاص. بس انا من جوايا مش مسامحه، مش راضيه، مش مبسوطه، مش مقتنعه. لحد والله العظيم النهارده الصبح مفيش من ساعتين فجاه حسيت ان كل الزعل اللي جوايا راح. ما عدت زعلانه طول خلاص يعني، ما عدت زعلانه وما اعرفش، وقعدت اتكلم معاه واضحك وصفيت. مسافه ما صفيت قمت جاي لي الخبر الحلو، قلت والله العظيم ده ربنا بيراضيني. انا هي لها معنى بس انا مش عارفاها، بس هو ان ربنا بيراضيني عشان بيروق بالك. بيروق بالك. كل سنه وانتم طيبين. انا مسافره كمان ساعتين يا اولاد، مش هسافر بدين. طب السفر بتاعكم ده نفرح ولا ازعل ولا اعمل ايه الوقت؟ مش فاهم. صح افرح، انا هفتح لايف بالليل صح. الوقت وطبعا اللايف ده ما فيش فيها، السفريه دي ما فيش فيها هدايا. لا دي اللي هي احلى هديه اقسم بالله. لا والله دي احلى هديه بجد؟ اقسم بالله. لا بس امير بيقول لك والله دي احلى هديه. دي ايه؟ السفر ايه هي؟ هديه من السعوديه. عايزه ايه من السعوديه؟ انت وزوجك احنا هنروح السعوديه نلاقي اللي نجيبه. استنوا بس يا اولاد. وبعدين كلمت موظف في البنك قلت له انا مسافره كمان ساعتين، ينفع اخد فلوس ريالات وانا من البنك؟ ننش وريالات ايه اللي احنا هنجيبها لك كلها؟ الساعة 4 مننش وريالات اللي هنجيبها لك دلوقتي بكرة الصبح. قلت له كنت سفير؟ قال لي مفيش حاجة اسمها كده يا بنت. شكرا انا عارفة ان انا بسأل اسئلة غبية. تعمل ايه دلوقتي؟ انا بس عايزة تحضري الشنطة بقى بسرعة. يلا بنت فضي طالعة الناس قوي. هحضر الشنطة وفي ثانية واحدة بس. نادين؟ نفسي اقول الخبر لنادين قدامك. هي ما تعرفش يا كمان؟ احنا لسه والله ما نعرفش. لسه الراجل مش كنت واقف. خدوا بالكم والله العظيم انا الراجل لسه ما بعتش التذاكر وهو بيتصل بالشركه بتاعت الطيران حجز وهو معايا على التليفون، قال لي هيطبعوا التذاكر وهيبعتها لي دلوقتي. يعني انا ممكن بعد ما الفيديو ده ينزل يكون التذاكر ما اتبعتتش ولسه ما عايزه اتصل بالسواق. ما يردش خالص. استنى بقى اللي هياخد بقى عالم نشوه هناك عند الكعبه. عايزه اتصل بالسواق اللي هياخدني من هنا يودينا القاهره. بصوا يا اولاد انا ايه دخلت غيرت هدوم عشان انزل اجيب الحاجات اللي ناقصاني، فقلت اخر محاوله احاول فيها مع نادين. بس انا كلمتها على رصيد وقلت لها افتحي نت. حاجه الو افتحي كاميرا كده. انا جبت لك الورق بتاع الجواز بتاعك وكنت راح اعمله النهارده الصبح، انت قلت لي يا ماما صبيه نايمه النهارده وتعالي نعمله بكره صح؟ عندي ليكي خبر. ايه هو كنت عملتيه؟ لا هيتعمل ده لسه هيتعمل بقى. انا مسافره كمان ساعتين. بجد؟ والله العظيم. مسافر ازاي؟ كده اهو. النهارده؟ ايوه والله.
والله العظيم لسه الوقت هو كلمت الشركة قعدت اقول لهم العيال وما العيال اي العيال مفيش اي حل يا السعودية قافلة التأشيرات فتخليكي العيال كمان شهر شهر وشوية تكوني اخدت بنتك ايه والعيلة كلها قلت له طيب ماشي قالت تعالي انت بقى السعودية يومين ثلاثة وبعدين تعالي معهم بقى مرة واحدة فانا مسافرة النهاردة الساعة واحدة الساعة 12 همشي من هنا الساعة 12 لا ولا عملت اي حاجه انا دوب انا بكلمك دلوقتي رنيت عليكي من شويه واحنا وانا هفطر فطرت او اتغدينا يعني وهنزل دلوقتي اجيب شنطه سفر الشنطه بتاعتي اتفسخت وعايز انزل اجيب بنطلونين قطن كده بنطلون قطن عشان الدنيا حر وعايز اجيب خماره البسه هناك في المدينه على مشطري كده براحتي بقى قاعده براحتي يعني مبسوطه طب واحد ما انتوا كمان شهر وشهر وربع كده وسفيان وامير وكله انتي كانت عارفه ماما اسلامي ميت نادين الوحيده اللي عارفه ان انا عامله جوازات اللي احنا رايحين عمره عارفه ايه عارفه عملت لهم مفاجاه النهارده وطلعت لهم الورق بتاعها عملوا ايه اتفرج على الفيديو انا عملت سلطه بطاطس ومسقعه وبرنجان وبتاع وبابا غنوج النهارده بالليل اكيد هتمشي من هنا همشي من هنا الساعه 11 ونص كده كده يعني وبابا معاكي هتجيلي دلوقتي ماشي يا حبيبتي باي باي فرحانالي انا بنتي فرحانالي بقى عارفاه بدي بقى فرحانالي وفرحانه لاخواتها فرحانه في اخواتها ليه لان كانت السفريه دي كنت هبقى اخد امير ونانو بس والسفريه اللي بعدها انا معاها يا عامله يعني بتفرق بيني اشمعنى انا ومش عارفه ايه هي فرحت ان انا اسيب العيال واروح لوحدي انا عايش عايشه فوق الموت احنا ايوه شر البنت دي فانزل دلوقتي بقى ايه استنوا الفيديو بقى بتاع بكره عشان ايه الفيديو ده ما اطولش عليكم يلا بينا